اهلا بكم في هذه الحلقه الخاصه من برنامجكم اخر النهار. الحقيقه هي حلقه خاصه لاكثر من سبب. احنا بنتكلم مع حضراتكم الان من المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين بجنوب الجيزه، وده سبب هنفصح عنه ليه احنا موجودين هنا. السبب الثاني ان الموضوع الاساسي اللي هنتكلم مع حضراتكم فيه والعلاقه ما بين الحكومه اللي عندها رغبه في التحديث العام في البلد، ازاي المواطن يحيا حياة كريمة، يحيا حياة مريحة، يحيا حياة أكثر إيجابية. السبب الثالث لخصوصية هذه الحلقة وهو ضيوفي الأعزاء في هذا اللقاء، واسمحوا لي على طول نرحب بيهم. معالي وزير الاتصالات دكتور عمرو طلعت، اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، اشكرك على الاستضافه الكريمه. وايضا معي معالي المستشار عمر مروان وزير العدل، اهلا بيك، نورنا في اخر النهار. اهلا بيك يا فندم. وايضا معالي وزير التنميه المحليه اللي هو محمود شعراوي، اهلا بيك يا فندم، نورتنا. لاكثر من سبب احنا موجودين هنا، لكن العنوان الكبير هو مصر الرقمية. يعني احنا داخلين على عصر رقمي بشكل كامل. الفكرة الاول معالي وزير الاتصالات، مصر الرقمية، انا كمواطن قاعد في كفر في نجع في اخر حتة في مصر، وحضرتك بتكلمه ببساطة عن هذا المشروع، ايه الحكاية؟ مصر الرقمية مشروع ضخم جدا، كل عناصر الدولة المصرية تتكاتف جهودها وتتضافر مواردها لبنائه. يمكن النهاردة في سياق حلقة حضرتك سنتكلم في محور من محاور مصر الرقمية وهو الخدمات الحكومية المرقمنة. قبل أن أخوض في هذا المحور دعني أقول للسادة المشاهدين أنه مصر الرقمية لا تقتصر على الخدمات الحكومية المرقمنة، ويمكن المثل اللي سيادتك ضربته في مواطن في أبعد نجع، هذا المواطن من حقه أن يتلقى تعليما، من حقه أن يتلقى تدريبا، يستطيع أن يتلقى هذا بالوسائل الرقمية، هذا جزء من مصر الرقمية. من حقه أن يلتحق بعمل وهو في النجع الذي يقطنه دون أن يتحرك منه من خلال العمل من منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا جزء أيضا من مصر الرقمية. هناك محاور أخرى كمراقبة الأداء الحكومي وتطويره، التعرف على الفجوات المهارية في الجهاز الحكومي وكيفية ملئها، هذا أيضا جزء من مصر الرقمية. إدارة موارد الحكومة إدارة رشيدة وتقليل الفاقد والهدر فيها، هذا جزء من مصر الرقمية. ولكن دعنا اليوم نركز، لأن الموضوع ضخم جدا، دعنا نركز على الخدمات الحكومية المرقمنة، وهذا هو المحور الذي نحن بصدده، وهو رقمنة الخدمات الحكومية التي يتلقاها المواطن، بحيث أن يتلقاها بشكل أيسر، أكثر نظاما، وفي نفس الوقت بدقة أكثر وحوكمة أكثر إحكاما، ومن ثم يتلقى الخدمة على نحو يليق بالمواطن المصري، سواء تلقاها من خلال منصة إذا كان يجيد التعامل مع التكنولوجيا يستطيع أنه يتلقاها من خلال منصة مصر الرقمية، أو من خلال المكاتب التي تقدم هذه الخدمة. منصة مصر الرقمية تم إطلاقها تجريبيا بالفعل الآن. بالفعل يا فندم، منصة مصر الرقمية تم إطلاقها تجريبيا وعليها مجموعة من الخدمات، ربما نتحدث عن 70 خدمة تقريبا. بالضبط يا فندم، تصل إلى 70 خدمة. هناك خدمات الاستثمار للمستثمرين، وهناك خدمات من ثلاث حزم مختلفة للسادة المواطنين. هناك حزمة التموين، كل ما يتعلق بتجديد بطاقات التموين. احنا قبل التسجيل كمان تم افتتاح مكتب خدمات الشراء العقاري هنا في المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين. بس انا قبل ما نتكلم على الرقمنة المنظومة القضائية، مهم نشرح للسادة المواطنين يعني ايه الوضع اللي كان موجود في هذه المنظومة، اللي بيدعو او بيبرر او بيخلي انه في حتمي ان احنا نروح لرقمنة هذا الجهاز او هذه المنظومة، لانه كان في مشاكل كتيرة جدا. انت صحيح، هو زي ما سيادتك اشرت، احنا عندنا في المنظومة القضائية دي جزئين كبيرين، الشهر العقاري والتقاضي. نتكلم الاول على الشهر العقاري.
الشهر العقاري المصلحة اسمها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق. إذن الشهر العقاري له وجهين. شهر ده الشهر اللي هو الشهر. تسجيل الملكية. والشق الثاني اللي هو توثيق الإقرارات والمحررات وهكذا وإصدار التوكيلات. الوجهين دول لهم مشكلة عكسية. التسجيل الملكيات مفيش عليه إقبال، بل بالعكس فيه عزوف. التوثيق فيه تكدس ومشاكل كبيرة نتيجة رغبة الناس في أنها تقضي خدمات التوثيق، لكن كانت المقر محدودة والآليات أيضا محدودة. هي آلية واحدة أن الشخص ينتقل بذاته إلى مقر التوثيق ويعمل الإجراء بتاعه. حطينا لكل وجه العلاج بتاعه. بالنسبة للمشكلة الأعم والكبيرة اللي هي كانت التوثيق، التوثيق ده حطينا له الأول، عرفنا على إيه السبب المشكلة. سبب المشكلة كان قلة عدد الموثقين. تخيل سيادتك إن عدد الموثقين في الشهر العقاري قبل ما أجي 2444 موثق على مستوى الجمهورية، على عموم الجمهورية. طب يبقى ده مشكلة. عدد المقار محدودة، لأن يدوب في كل اسم في كل حي مقر بس بيؤدي، المفروض أنه بيخدم ويؤدي الخدمة للملايين اللي موجودة في الحي بتاعه. الحاجة الثالثة، طيب بطء، وعايزين نقول إيه، إجراءات عقيمة قديمة تقليدية الإجراء فيها بياخد وقت. يعني بتعمل توكيل مثلا تروح على 6-7 شبابيك ولا وتاخد قد ايه ده؟ لو ما فيش مش هتقف في طابور، هتاخد نص ساعة. في حين كان لازم نشوف حل، لان لازم ندي مساحة للموثق يزيد تزيد انتاجيته. طب ازاي في وسط الظروف دي؟ لجأنا لثلاث حلول. اول حل، الحكومة نقلت 950 موثق اللي هو حاصل على لسانس حقوق من كل اجهزة الدولة الى الشهر العقاري، وبتدخل شخصي ومباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. دول اتنقلوا فعلا. لا شك العدد ده عمل طفرة فين؟ في عدد الموثقين بيمثل حوالي 40%. واخد بال حضرتك؟ ادي بقى دي اول حاجة عملناها. الحاجة التانية، عايزين نزود المقار علشان نقلل التكدس. بدل ما هذا الكم بيروح على مقر واحد، ما يروح على مقرين، ثلاثة، أربعة. كان برضو فكر الحكومة في النقطة دي، طب ما نستغل العقارات والأماكن اللي تبع الدولة واللي بتقدم أصلا خدمات للمواطنين. إيه أقربها وأنشاطها؟ مكاتب البريد والمراكز التكنولوجية، زي اللي احنا قاعدين دلوقتي المراكز التكنولوجية. يعني ده كان مركز تكنولوجي لخدمات المواطنين اتفتح فيه جواه بقى من ضمن الخدمات اللي بيقدمها خدمات الشهر العقاري. احنا النهاردة استلمنا المكان، يعني واخد بال حضرتك؟ طيب يبقى احنا لما دخلنا موظفين، لما فتحنا مقر ووسعناها، بقى على حاجة تالتة. طيب الآلية نفسها اللي بتاعت تأدية الخدمة بالآلية التقليدية اللي الواحد يروح بنفسه، يبقى نلجأ للتكنولوجيا ووسائل التكنولوجيا الحديثة في تأدية الخدمة، إن احنا نبدأ نميكن. وبدأنا مع وزارة الاتصالات مشروع كبير جدا. ويعني بالمناسبة دي لازم أشكر وزارة الاتصالات وعلى رأسها معالي الوزير دكتور عمرو طلعت، عمل مجهود خرافي. إنك طبعا بتنقل بنية معلوماتية قانونية ورقية تحولها إلى تكنولوجيا، والموثق يشتغل عليها والمواطن يشتغل عليها، لازم تبقى بصورة ميسرة على أساس الكل يقدر يتعامل معها. كان الحل ده لجأنا له، ولازم نقول في الحتة دي بدعم مباشر ومتابعة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. حكاية الميكنة وتطوير الرقمنة ده أمر مفروغ منه. فهذا الدعم ساعدنا كتير إن احنا مش نخطي خطوات في الشهر العقاري، نعمل قفزات في الشهر العقاري. يعني انت يا فندم الوقت قفزة أولى في عدد الموثقين، يعني قفزة تانية في الأماكن، تالتة في الأداء في الرقمنة. بالظبط. دلوقتي تقدر كثير من الخدمات، احنا حصرنا قلنا ايه اكتر
الخدمات اللي بتبقى مطلوبه داخل التوثيق لا شك التوكيلات بانواعها تمثل 70% من الطلبات. دي بقت متاحه دلوقتي من خلال مصر الرقميه، تدخل تعمل التوكيل اللي انت عاوزه قدام سيادتك، نماذج موجوده منمطه تدخل عليها تختار التوكيل وانت قاعد فعلا في بيتك، تدخل البيانات بس وتشوف المكتب اللي انت عاوزه، فرع التوثيق اللي انت عايز تروح له ايه، توجه اليه المعامله وتدفع الرسوم. كل اللي فيها انك هتروح تستلم، بس تستلم ليه بذاتك؟ علشان الموثق يتاكد من صفتك وشخصيتك ويبصم. يعني هنا كل الخطوات بتاعه التوكيل تكنولوجيه ما عدا ان انا استلمه بنفسي بس. بياخد كام بقى؟ وده لمصلحه المواطن، يعني عشان المواطن والموثق. احنا امبارح كنا في مكتب البريد، سالت المواطن كان عمل الاجراء ده، قلت له خدت قد ايه؟ قال لي مش اكتر من 3 دقائق. يبقى احنا لو كان اجراء ماشي بالطريقه المعتاده كان هياخد نص ساعه لو ما فيش طوابير ولا قاعده ولا استراحه. يبقى في النص ساعة دي أنا ممكن أعمل 10 معاملات من 3 دقايق ل10 معاملات. لا شك ده يدي إتاحة أكتر ويوفر وقت ويوفر إتاحة للإنتاجية أكتر وأكتر. وأعتقد إن أي منصف لو راح لأي فرع توثيق دلوقتي هيجد إن حدة الزحام والشكاوى اللي كانت موجودة من شهور لا شك قلت كثير. قلت كتير. لا شك. اي طيب. منصف يقول كده. احنا هنروح بعد كده للمنظومه بقى التقاضي، بس لازم نستمع من معالي وزير التنميه اللواء محمود شعراوي ليه انه هذه الرقمنه ايضا داخله لمراكز الوزاره، وزاره التنميه المحليه. انتم موجودين على الخريطه في هذه المنظومه ازاي يا فندم؟ هو طبعا يعني بدايه احنا كانت الفكره اساسا اللي اتبنت عليها فكره المراكز التكنولوجيه دي ان احنا ازاي نبعد مقدم الخدمه عن طالب عن مؤديها، بالاضافه لتسهيل عمل المواطنين واستخراج الخدمات بدون ارهاق او تعب. ده كان الجزء المهم جدا والاساسي وفلسفه ان احنا نعمل التكنولوجيا، بالاضافه للجزء الثاني اللي هو توجيهات سياده الرئيس ان احنا رقمنه بصفه عامه الدوله كلها بصفه عامه تخش فيها. فطبعا احنا في شركاء كثيرين في الموضوع بصفه طبعا على راسهم وزاره التخطيط، واللي كان لها دور كبير معانا ان احنا نخرج بشكل المركز التكنولوجي اللي موجود. فاصبحنا نؤدي في تواصل ما بين استقبال الخدمات من الشبابيك الاماميه، وفي تواصل مع الشبابيك الخلفيه اللي هي موجود في المكاتب الخلفيه لاستخراج العمل. في عندنا نظام متخذ بمجرد الشخص بيخش المركز التكنولوجي بيمشي بخطوات، في استقبال بيقول له الخطوات هتعملها ايه، انهي شباك اللي محتاجه، الخدمه تؤدى ازاي. في عندنا كمان اتعملت من خلال وزاره الاتصالات في خدمه اللي هي التليفون المحمول، ان هو ممكن من خلاله الخدمه بتاعته بياخد فيها زي باركود بيعرف منه الخدمه بتاعته وصلت فين وكانها فين وقفت فين وامتى يستلمها طبقا للتوقيتات الموجوده. في خدمات بتؤدى في اليوم الواحد، وفي خدمات بتؤدى في اكتر من يوم طبقا للخدمه المقدمه. لو انا حولت الموضوع ده لارقام، لو انا قدرت احول الموضوع ده لارقام، هقول ان انا احنا عندنا طموح ان شاء الله بالسنه الجايه ان شاء الله هتكون في عندنا 313 مركز تكنولوجي على مستوى مصر. 313 اللي تنفذ فعليا منهم موجود دلوقتي على ارض الواقع 282 مركز تكنولوجي. ال 282 مركز تكنولوجي دول منهم 155 مركز هيتم فيهم خدمة الشهر العقاري، ودي خدمة مضافة للخدمات اللي بتؤدى داخل المركز التكنولوجي عشان يصبح المركز متكامل. المركز نفسه التكنولوجي بيؤدي 132 خدمة، ال 132 خدمة دول مختلفين طبعا طبقا للمكان، يعني في مكان بيؤدي 40 خدمة، في مكان بيؤدي 50 خدمة، لكن إجمالي الخدمات اللي بتقدم في المركز ده 132 خدمة بتقدم فيها. لما بالتواصل المستمر والعمل والشغل الفترة اللي فاتت كنا قدمنا 42 خدمة اونلاين، يعني انت ممكن وانت موجود في البيت تقدم الخدمة دي اونلاين، وممكن مع الدفع الالكتروني اللي تم في شهر يوليو اللي فات اصبح كمان انك تدفع اونلاين موجود من خلال بوابة الالكترونية. يمكن الخدمات دي استشعرها المواطن جدا في فترة كورونا، يعني احنا فترة كورونا اللي فاتت دي كانت في التباعد والناس ما كانتش بتنزل وكلام زي كده. لو ما كانتش الخدمات دي فعلا اديت بالشكل ده وحصل التنسيق بين الوزارات ان احنا نوصل بالشكل ده ونأدي الخدمة دي كان في حاجات كتير جدا وقفت، كنا بقينا في معوقات كتير في البلد. كثيرة جدا موجودة فيها.
يمكن الخدمه دي احنا بنقول 42 خدمه، لكن احنا ويمكن كان دوره رئيس الوزراء كان عمل اكتر من لقاء بيننا وبين التخطيط والاتصالات بخصوص يعني زياده حجم الخدمات اللي تؤدى على الاونلاين، وان شاء الله باذن الله هتوصل الخدمات دي لاكثر من 70 خدمه هتقدم على الخدمه برضه على الاونلاين، بحيث ان احنا زي ما خدمتنا في الفتره اللي فاتت بتقدمنا خدمه في الفتره اللي جايه ان شاء الله. ده الاداء العام ان شاء الله. وده الاداء العام بشكل عام وهيبتدي فيه يرجع. بالاضافه يا فندم ان احنا بنادي الخدمه دي دايما في احنا عندنا في الجهاز الاداري دربنا عدد كبير جدا من الناس بتشتغل داخل المراكز التكنولوجيه دي، سواء كانت التدريب ده تم في وزاره التخطيط وفي وزاره التنميه المحليه تم التدريب. احنا عندنا دلوقتي عدد العاملين في مكاتب التوثيق اللي بقول لسعادتك عليها 282 عندي ما يقرب من 22,000 موظف. ال 22,000 واحد دول تم تدريبهم كل واحد في تخصصه يشتغل في ايه، وبالعكس واحنا اصبحنا دلوقتي مع وزاره الاتصالات مع التخطيط ان احنا مش بنقيس جوده الخدمه اللي بتقدم، لا انا دلوقتي بقيس مدى رضاء المواطن عن اداء الخدمه. ده مهم جدا. وده اللي مهم جدا. ده اللي يهمني دلوقتي. فاحنا بنعمل قياسات للراي العام ايه مدى رضائه عن الخدمه، ولذلك انا لما دخلت المركز هنا النهارده مثلا دلوقتي اول حاجه ما دخلتش على بتاع، دخلت على مواطن موجود. الخدمه شكلها ايه عندك؟ هو ده المقياس الحقيقي. ما انا ممكن ادي خدمه لكن لا تؤدى بالشكل الكفء او الشكل المطلوب، فبالتالي ما عادش حاجه. الخدمه المواطن نفسه يستشعر بيها في الوقت، في الجهد، في تقديم الخدمه بالشكل المتميز، بالسرعه المطلوبه، يبقى هنا ما عطلتوش زي ما عمل بالظبط مع الوزير اتكلم على الشهر العقاري وتقديم الخدمات اللي فيها. في جزئيه يا فندم للايضاح، يعني لما قلت حضرتك انه انت بتحاول تبعد ما بين طالب الخدمه ومقدمها، دي ليها بعد كمان في تقليل التجاوزات اللي بتحصل، مش كده؟ يعني انا عايز اقول طبعا ان احنا في المجتمع بلا شك ان في تجاوزات بتحصل، والتجاوزات دي احنا مع الوقت بنشتغل من خلال، احنا مش بنعملها بس من خلال موضوع مراكز التكنولوجية، ده في أكتر من محور بنشتغل من خلاله. يعني في محور عندنا محور مكافحة الفساد، وده بالتنسيق مع الرقابة الإدارية، وده بيتعمل مكافحة الفساد تحديدا، وده جزء مهم جدا بنشتغل فيه وبنعمل دورات للمتقدمين فيها. في عندنا محور تاني إن احنا بنعمل دورات تدريبية بالنسبة لنا احنا في داخل مركز سقارة الخاص بوزارة التنمية المحلية، ولسيادة الرئيس مشكورا جدا ادانا فرصة ان المحليات ممكن تدرس داخل الجامعة داخل أكاديمية الشباب، وبالتالي فبتديهم فرصة قوية جدا ميزين فيهم. طب المتميز ده عبارة عن ايه؟ ان شخص لم يخطئ، مفيش جزاءات بالنسبة له، بيأدي خدمات جيدة بنستشعره فيها. احنا بنأدي دورات تدريبية داخل المركز اسمها دورة مركز قيادات المستقبل، باخد ده بيبقى دورة مستقلة ودورة مستحدثة جديدة، باخد البرنامج بتاعها ان شاء الله يبقى فيه بروتوكول بيننا وبين الأكاديمية، هنعمل دورة، الدورة دي هتتعمل بشكل جيد جدا، هتقدم فيها برامج زي بتقدم في الأكاديمية، هيتقدم فيها ناس يعني مدربين من هيتراك في سقارة أو في الأكاديمية. احنا يعني ده جزء بنعتبره ان احنا مقاوم للفساد بطريقة غير مباشرة. واما الجزء الاخر بقى وهو الجزء الامني اللي ساعتك انت عارفه ده، وده الجزء الخاص اللي بقى فيه، لكن احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نحارب الفساد ده بالطرق دي، اما المراكز او التدريب الفعلي واختيار الانسب منها. ويمكن في يمكن في جائزة التميز الحكومي اللي حصلت في الاخر، كان احدى المراكز التكنولوجية فازت فيها بالمركز الثاني على الجمهورية، فده بيبين مدى اداء والمراكز التكنولوجيه في تقديم الخدمات اللي بتقدمها. يعني ده هدف برضو من الاهداف يا فندم، انه الرقمنه بتقلل كتير من الاحتكاك، فبتقلل من الفساد المحتمل اللي ممكن يحصل. يعني هو طبعا واحده من اهداف الرقمنه هي ضبط الاداء وحوكمته، ليس فقط من خلال يعني حصر التجاوزات، ولكن زي ما قلت ممكن ان في فجوه مهاريه، الموظف غير متدرب فيبقى عندي فرصه ان انا ادربه، او عدد الموظفين غير كافي، او يمكن ميكنه الاجراءات بحيث ان انا تخفف العبء عن الموظفين. كل منظومه الاداء وكيفيه ضبطها وتطويرها وحوكمتها واحده من اهم ثمار الميكنه بوجه عام. طب معالي الوزير، يعني الناس بتسال على ايه؟ هل احنا يعني جاهزين لده بشكل كامل؟ يعني الدوله عملت ايه عشان احول المنظومه لرقمنه، او ابقى عامل رقمنه للاداء الحكومي كله؟ فالناس ايه، انت عارف الشكوى اللي في مصر، يقول لك اصل احنا عندنا النت ضعيف، طب احنا مستعدين، احنا عملنا ايه عشان الناس تبقى مطمئنه؟ لانه الخدمه انا هقول له هي في رقمنه، وبعدين ادخل فما الاقيش الخدمه.
تمام. عملنا ايه؟ احنا الحقيقه اشتغلنا على اكثر من محور. مش كده بقول هو المشروع ضخم وكل عناصر الدوله وهيئاتها واجهزتها بتشتغل فيه. اول محور كان البنيه التحتيه. ازاي يبقى عندنا بنيه تحتيه قادره على انها توفي بحاجات مصر الرقميه. احنا النهارده بدانا في بناء شبكه من الالياف الضوئيه بين كل الاجهزه الحكوميه والمباني الحكوميه الموجوده في جمهوريه مصر العربيه. عدد هذه المباني عشان برضو حضرتك يعني نطلع الساده المشاهدين على ضخامه المشروع، احنا بنتكلم في حوالي 31,000 مبنى حكومي. 31,000 مبنى حكومي. جاري ربطهم انتهينا من 5,500 تقريبا. جاري ربط العدد الباقي في خلال 30 شهر القادمة. هذا المشروع سيتكلف 6 مليار جنيه تتحملها الدولة. الهدف منه يا فندم، الهدف منه ضمان استمرارية الخدمة وضمان جودة الخدمة، وان الخدمة لا تعتمد على شبكات الاتصال الهوائي او على شبكات الانترنت العامة، ولكن تبقى الخدمة مؤمنة من خلال شبكة خاصة بها، وهي شبكة الياف ضوئية لضمان سرعة نقل المعلومات. هذا اول موضوع. المحور الثاني هو الأنظمة والبرامج وبناء هذه الأنظمة والبرامج على أحدث تقنيات موجودة ومزودة بأجهزة حديثة، وسواء أجهزة اتصال أو أجهزة حاسبات أو أجهزة تخزين. فالبنية بنية الأجهزة والبرامج لابد أن تكون محدثة وتبنى بأحدث التقنيات الموجودة. العنصر الأهم من كل هذا هو العنصر البشري، هو الموارد البشرية وكيفية تدريبها وتأهيلها بحيث أنها تستطيع أن تتعامل مع هذه المنظومة الحديثة وتغل العائد الأقصى منها. بدأنا في التدريب، ويمكن هنا يعني مجال آخر من مجالات التعاون ما بين وزارة العدل وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان احنا بندرب زملائنا في الوزارات الاخرى على تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكيفيه التعامل مع منظومات البرمجه. الحقيقه يعني زميلي معالي الوزيرين ساعدوا كثير جدا في صف هذه الموارد البشريه و اعدادها لكي تكون قادره اختيارها وانتقاء العناصر التي يمكن ان تتلقى هذا التدريب وتتفوق فيه. هذا ايضا محور في منتهى الاهميه في بناء اي منظومه رقميه. بعد كده المرحله الثانيه هي مرحله بقى الاستفاده من البيانات التي تنتجها هذه المنظومه. امام سيادتك قدر ضخم من البيانات، ثروه معلوماتية يمكن أن تستفيد منها. معلوماتية منضبطة، لأنه لا هيبقى فيه بقى سواقط قيد ولا هيبقى ناس بالزبط. مش دليل. ثروة معلوماتية منضبطة مدققة منقاة أستطيع أن أنا أتعامل معها. احنا هنيجي لمحور البيانات ده يا فندم بعد كده، بس في سؤال مهم عند الناس. يعني رقمنة الدولة دايما التكنولوجيا يقول لك إن هي في وظائف بتضيع، يعني لأنه لما بتشتغل تكنولوجي فعدد الناس اللي بتشتغل طبيعي بيقل. احنا عملنا في ده ايه؟ لا، الوظائف ما بتضيعش، الوظائف بتزيد. بالعكس، الوظائف بتزيد. كويس. واضرب مثل عشان يعني نطمئن الساده المشاهدين في هذا. حضرتك بص على اكثر الدول تقدما في العالم النهارده. الدول العشره الاكثر تقدما في العالم تجد ان مستويات البطاله فيها في ادنى مستوى لها. تمام؟ بالعكس، يعني انا حابب بنصلح الصوره المغلوطه انه التكنولوجيا مش لا. بتقلل لا. الايدي العامله البشريه، لا، دي بتزود فرص الوظائف. وانما لانه يعني هناك وجه اخر للعمل في منتهى الاهميه. هي بتغير من مصفوفه المهارات التي يتطلبها سوق العمل. لانه الاعمال اليدويه، الاعمال التكراريه، الاعمال البسيطه يستطيع الجهاز الحاسب او تستطيع المنظومه الحوسبيه ان تؤديها، ولكن يبقى للانسان العمل الذي يحتاج الى مهارات جديده والى كفاءات جديده، ومن ثم ياتي دور التدريب وبناء الموارد البشريه المدربه. واحد من اهم
محاور بناء مصر الرقميه. عندك تعبير دايما يا دكتور عمرو اللي هو بناء راس المال البشري. بالظبط ده مهم. بالظبط. طيب لانه بالفعل هو راس المال اللي هو راس المال هو اهم ما لدينا من ثروه. طيب لو رحنا لمعالي المستشار عمر مروان ومنظومه التقاضي، احنا اتكلمنا على شهر العقاري، منظومه التقاضي تبدا من الراجل اللي هو عنده المشكله اللي بيرفع دعوه بالمحامي، عندي النيابه، عندي المستشارين، ازاي هذه المنظومه هتدخل في اطار الرقمنه ده؟ احنا عندنا اكتر من محور شغالين عليه في هذا الشأن. عندنا محور جنائي ومحور مدني. اتكلم الاول على المحور المدني اللي هو اقامه الدعوه عن بعد، يعني الاستاذ المحامي هو قاعد في مكتبه يقدر يقيم الدعوه، يحط المستندات ومذكراته وكل شيء ويدفع الرسم وتحدد له الجلسه وهو قاعد في مكتبه. المرحلة الثانية مرحلة التقاضي عن بعد، يعني إجراءات التقاضي نفسها تتم أيضا عن بعد. إزاي؟ يعني تقديم الدعوة ودفع الرسوم وده والقاضي قاعد شايف. ده المرحلة الثانية. المرحلة الأولى اللي هي تقيم الدعوة من خلال منظومة مصر الرقمية. لكن المرحلة الثانية اللي بعد كده اللي هي التقاضي نفسه، عملية التقاضي نفسها تتم عن بعد. يعني الاثنين المحامين بيقابلوا بعض مع القاضي اونلاين ويتكلموا ويقول له ده قدم كذا ويناقشوا والاثنين كل واحد قاعد في مكان اونلاين. دي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة بقى اصدار الحكم وتنفيذه اونلاين. بس احنا دلوقتي فين؟ في المرحلة الأولى بتاعة الدعوة، تقديم الدعوة. فقط تقديم الدعوة فقط، تقيمها عن بعد. دي في مرحلة التجربة حاليا بنعملها في محكمة التجمع الخامس القاهرة الجديدة، ووزارة الاتصالات كالعادة قايمة معانا بجهد كبير، بحيث ان احنا انت عارف التشغيل التجريبي دايما يحصل فيه. صحيح. ممكن يبقى فيه مشاكل. انا اسال حضرتك على التجربه الوقت، ملامح ايجابياتها والعيوب فيها. لا هي. احنا الحمد لله احنا تخطينا دلوقتي، احنا ممكن يعني ننشر التطبيق ده قريبا جدا، لان احنا يتعمم ممكن قريبا جدا، لان احنا يعني عايز حسب ما علمت من معالي الوزير ان تقريبا كل المشاكل تقريبا انتهى التقنية. فبالتالي ممكن ننشره، بس احنا قبل ما ننشر لازم نتأكد بنسبة 100% ان التطبيق سليم واي حد ممكن يدخل ويستخدمه. فدي اللي هو المرحلة الاولى في القضاء المدني اللي احنا نقيم الدعوة. عندنا المحاكم الاقتصادية واخدين فيها خطوة زيادة شوية. طبيعتها. خطوة زيادة ايه؟ احنا تسجيل الافراد والمحامين والشركات ممكن بيتم دلوقتي، اقامه الدعوه عن بعد ممكن تتم دلوقتي، فبقى عندي خطوتين ممكن يتموا. التقاضي نفسه احنا ممكن يتم عن حاليا، بس احنا طبعا بنفضل كالعاده نجرب خطوه. لا انا الثلاث مراحل دول جاهزين وشغال، يعني جربوا، لكن انا بحب امشي ايه، اتاكد، امشي مرحله واتاكد ثم انتقل الى الثانيه. فاحنا دلوقتي مرحله التسجيل واقامه الدعوه في المحاكم الاقتصاديه هي اللي ايه بنشتغل عليها. بعد شويه هتلاقينا انتقلنا الى التقاضي، عمليه التقاضي نفسها عن بعد بقى هتلاقينا ممكن تطبق في المحاكم الاقتصاديه قبل المحاكم المدنيه. هتسبقها بخطوه. الشق الثاني اللي اتكلمنا عليه اللي هو الجنائي. يبقى المحضر في الشرطة بيتحرر على الكمبيوتر على الحاسب الآلي، يروح للنيابة على الحاسب خلال مصر الرقمية برضو، النيابة بتحقق وتخلص، هتوديه للمحكمة، توديه برضو من خلال مصر الرقمية للمحكمة، المحكمة تاخد وتجيب الراجل وتحاكمه، يبقى موجود وتصدر حكمها برضو على التطبيق. يعني احنا عصر الراجل اللي شايل الملفات ده وقاعد ينقلها والحاجات دي خلاص هنبدا. ايوه ماشي خلاص. احنا بدانا يعني في طريق يعني خلاص هيخلص. بدانا يعني في طريق احنا عاملين التجربه في محافظه بورسعيد. ومعلش في التعبير برضو، المحضرين اللي هم خطهم ما بيتقراش ده خلاص. احنا عاملين منظومه للمحضرين. ايوه دي على جنب لوحدها. تمام. دي عاملين لها منظومه دي. منظومه يعني بحيث ان احنا نتابعه اونلاين. وراح واعلن ولا ما اعلنش وراح فين وخط سيره ايه، يعني له منظومه جاهزه عندنا في وزاره العدل
بس دي بتيجي في مرحله التنفيذ والاعلان يعني لسه شويه. احنا ماشيين خطوه خطوه. احنا دلوقتي بنتكلم على الجنائي فهيتم في محافظه بورسعيد من محضر الشرطه لغايه النيابه لحد المحكمه لحد الحكم. ده بادئين فيه بنجربه في محافظه بورسعيد. وان شاء الله يعني بورسعيد دايما بيتم التجريب فيه عشان صغيره والبنيه المعلوماتيه البنيه التحتيه بتاعتها المعلوماتيه جاهزه وممكن نشتغل عليها. انت عارف في محافظات تانية تقول لك اشمعنى بورسعيد؟ تامين صحي بداته في بورسعيد على اساس العدد المنظومه يعني عشان عدد اقل والبنيه التحتيه التكنولوجيه فيها ومحافظه المدينه الواحده مفيش مراكز تبني لما حضرتك تبدا مشروع تجريبي لازم تاخده في حته تبقى يعني ظروفها سهله عشان تقدر تنجح بالظبط. التجربه لازم تتم على نطاق ضيق علشان اي اخطاء او سلبيات تطلع نقدر على طول نكتشفها ونعالجها بسرعه دون تداعيات يعني. فاحنا اشتغلنا فيها تجريبي فعلا في بورسعيد والاوضه اتدربوا النيابه اتدربت الشرطه اتدربت وشغالين فيه تجريبي ان شاء الله قريبا جدا تطلق من بورسعيد تنتقل الى باقي محافظات القناه ثم بعد كده الى باقي المحافظات تدريجيا تدريجيا ان شاء الله. ده كله جهد مش وزاره العدل جهد حكومه طبعا وزاره الاتصالات يعني وزاره التنميه المحليه انت عارف سيادتك يعني معالي الوزير اشكره مقدم لنا 155 مقر عشان ممكن نحط فيهم خدمات شهر عقار 155 يعني يعني حاجه ده جاي في اطار استغلال الاماكن بتاعه الحكومه ده تعاون او شغل حكومه مع بعض وتعاون حكومه مع بعض مش وزاره مش وزاره العدل لوحدها لا صحيح صحيح. فبالتالي احنا كل اللي بيحصل ده ايه نتيجته هتبقى ايه تيسير الخدمه للمواطنين حتى خدمه التقاضي تبقى ميسره على الاقل في الاول تبقى من خلال رفع الدعوه ثم بعد كده بشويه يبقى من خلال التقاضي نفسه والمرحله الاخيره اللي هي مرحله الحكم والتنفيذ فاصل قصير واعود لحضراتكم مره اخرى لاستكمال هذا الحوار حول العصر الجديد الذي تدخله مصر مصر الرقميه. أهلا بكم من جديد نواصل مع حضراتكم هذا الحوار الخاص والمختلف حول مصر الرقمية. معالي وزير التنمية المحلية الوقت موضوع الساعة وهو التصالح وهنيجي بعد كده للمخالفات والإزالات لأنه ده موضوع شاغل الناس جدا. أنا هنا في المركز عرفنا أنه بعد الشهر المهلة المنح يعني للمواطنين عشان التصالح ناس بتشتغل لحد الساعة 6 مع انه مفروض يخلصوا شغلهم 3 وشغالين كمان خميس وجمعة يعني اللي هو ايه الفرصة الممنوعة تبقى كاملة. لو سألت حضرتك عن الاول خريطة التصالح الان ايه اللي حاصل في الموضوع وصلنا فيه لحد فين وانا عارف ان حضرتك يعني مهتم جدا بالارقام طول الوقت. هو انا عايز اوضح بس لسعادتك في الاول ان طبعا التصالح وقانون التصالح 17-19 وتعديله اللي هو تم في 21-20 يعني انا عايز اقول ان هو يعني مفصل يعني خد جدال كتير جدا في مجلس النواب وتم معالجه كل النقاط اللي ممكن حد من الناس يتساءل فيها ومع ذلك اتعملت لائحه تنفيذيه جيده جدا وضحت كل الامور ببساطه شديده جدا. الخطوه اللي كانت فرعيه اللي كانت ده طبقا للقانون ولائحه تنفيذيه. طب نيجي بقى سعادتك على ارض الواقع ايه اللي اتعمل فيها؟ كان على ارض الواقع كنا لازم نعمل تقدير مالي للاراضي سعر المتر موجود في كل حته على مستوى الجمهوريه. فتكلف المحافظين انهم اتعملوا اصلا في شكلوا لجان لتقدير المساحات طبقا للوضع الاجتماعي ووضعها ايه وسكانها شكله ايه. وتحط لكل مكان قيمه ماليه. وبناء عليه بقى في عندي حته محاسبيه انا بشتغل على اساسها وبقيس بمعدلات بقى المخالفه عباره عن ايه ومساحتها ايه وابتدي عمليه ضرب كذا.
بدأنا عشان خاطر نبدأ فيها قلنا ناخد عشان خاطر يبقى المتقدم جدي، لأن احنا كنا برضو الموضوع ده مرتبط بالتقنين. لما بدأنا في التقنين يا فندم احنا كان عندنا أعداد كبيرة جدا تقدمت، لكن في الواقع هو جه دفع رسوم وما كملش بقية المنظومة، فدفع أول رسم اللي هو رسم طلب الاتصال طلب التقنين وانتهى الموضوع على كده وما كملش بقية الإجراءات. هو اعتبر نفسه كده خلاص، هو قدم طلب وبقى كده خلاص، هو ضمن ان هو قدم طلب. المشكلة دي كنا لازم ان يحصل ليها معالجة في منظومة التصالح، فقلنا يدفع مبدئيا جدية التصالح 25% من القيمة يدفعها، وحددنا القيمة دي في كل مخالفة ليها درجة. قيمة المخالفة يدفعها، مخالفة عقار كامل، مخالفة بلكونة، مخالفة شقة في حاجة، كل مخالفة ليها نسبة 25% يدفعها فيها. وفي نفس الوقت خلي بالك برضه يمكن انا عديتها، ان احنا حددنا القيمة التقديرية اللي اتحددت في المحافظات دي يا فندم، حددنا لها برضه حد أدنى وحد أقصى وطبقا في اللائحة التنفيذية، جت من أول 50 جنيه لغاية 2000 جنيه، يعني لو واحد بيخالف في الزمالك على النيل هيدفع 2000 جنيه. وفي القرى لغايه في الربوع لغايه 50 جنيه. بيتعمل القيمه دي. تتراوح بقى في النص بينهم ما بين 75 80 100 زي ما بدرجات مختلفه. تقف درجات مختلفه. فبالتالي اصبح عندنا الموضوع التصالح فيه سهل. طب عشان نيسره اكتر احنا عملنا اجراءات كتير جدا في الاجراءات دي. اول حاجه يا فندم احنا بالنسبه للاجراءات الفعليه ابتدينا ننزل بيان رسمي من الوزاره ايه هو الموضوع واحنا عايزين ايه وتفصيلاته ايه واجراءاته ايه. وخلينا لكل مراكز التكنولوجيا والمحافظات يضعوا الكلام ده كله على صفحاتهم الرسميه او بره زي ما سعادتك شفت وانت داخل المركز في لوحه موجود فيها كل حاجه على التصالح والمرات اسعارها ايه وكل حاجه عشان ما يبقاش فيها جوه نوع يبقى عارف قبل ما يخش من قبل ما يخش المركز هو عارف القيمه اللي هيدفعها قد ايه يعني مع الوزير الاحتجاج بانه في ناس كتير دايما يقول في الشارع احنا يا جماعه مش فاهمين حاجه مش عارفين راسنا من رجلينا طب نروح فين طب ندفع ايه دي الحجه اللي موجوده انا هقول لسعادتك يعني انت حضرتك بتقول اهو انا بس بقول لسعادتك الاجراء ده وانا على ضوء الناس بقى عملنا ايه يعني احنا الاجراء دي اتعملت وزاره الاسكان نزلت برضو بيان مفصل استكمال للبيان ونزلنا بيان مشترك بعد كده احنا وزاره الاسكان عشان خاطر الناس تستوعب منه. طيب احنا جينا الناس بعد كده تابعنا قال لك الناس فيها شكاوي طب ايه الشكاوي تتمثل في ايه قال لك والله ده الموظفين مش على درايه كامله بالموضوع بالعكس عملنا دورات كثفنا الدورات الناس دلوقتي انا عايز ساعتك تخش في اي مركز من المراكز وانا على فكره عملتها في زياره غير مخططه في الغربيه كنت ماشي في الشارع قلت له ده مركز قال لي طب استنى دخلت ودخلت جوه وسالت الموظفين اللي جوه العاملين كلهم الاجراءات فيها والطابور سالته الناس اللي واقفه طابور قلت لهم انت كل واحد انت بتعمل ايه وعملت ايه والاجراء اللي بيتعمل معاك ايه وكلام زي كده وتاكدت من هذا بنفسي في اكثر من مركز بدون اي تخطيط عشان سعادتك تبقى يمكن حتى الناس نفسها اثرت ان قالت اول مره نشوف حاجه ان انت بتيجي تتناقش بنفسك ودي شيء طبيعي جدا ان تطمن على الحاجه نفسها. الجزء الثاني قال له ان احنا في السعر مغالى فيه احنا في اسعار بعض الاسعار فيها مغالى فيها. طيب عملنا ايه؟ ست محافظات من ال 27 تم تخفيض الاسعار فيها من نسبه من 10 ل 40%. كنا في اجتماع شرفت يعني بمشاركه فيه وكان دوره رئيس الوزراء كان موجود وشاركنا فيه معالي وزير الداخليه ومعالي وزير الاسكان وكنا بنتكلم في هذا الموضوع في هذا الاطار الاسعار عامله ايه؟ فقلت له بلغته كذا قال لي طب ممكن نشوف المحافظات تاني اللي فيها شكوى ممكن احنا نشوف الاسعار فيها ايه ونبتدي نشتغل فيها بحيث ان احنا كذا. في نفس الوقت احنا مدينا فتره التقديم لغايه التصالح التصالح من 15 لغايه 15/8 وبعدين ابتدينا احنا اجلناها تاني زودناها كمان مده شهر. اتفقنا طبعا احنا عشان برضو احنا يعني معلش المواطن كل ما احس ان انا بزود الفتره بيحس فيها في نوع من التراخي في التقديم لا بالعكس احنا جادين جدا والدوله جاده جدا في ان هي تستحق انت بتمنحه فرصه انه يخلص بشكل عشان طبيعي لانه بعد كده هيبقى في اجراءات عشان التزاحم ماشي عشان التزاحم مديت الفتره دي واحنا اتفقنا النهارده ويمكن زي دوله رئيس الوزاره طلع قرار بكده ان احنا مفيش مد الفتره دي تاني مفيش بعد كده مد تاني دي الفتره النهائيه وعلى المواطن بقى سرعه التقدم للتصالح اللي هو عشان خاطر يبقى في ياخد يستخدم حق الدوله على الاقل اللي احنا بنتكلم فيها اللي هو انا عايز اقول يمكن برضو بالتسهيلات اللي الناس اتكلمت فيها قالوا صاحب البيت والكحول والراجل هدور عليه فين واعمل ايه وكلام زي كده تيسيرا في الاجراءات دي كلها احنا عملنا في اللائحه التنفيذيه جزء صغير قوي اللي هو ان احنا صاحب الشقه يجوز لي ان هو يعمل تصالح على الشقه بتاعته وعلى
جزء من العقار او العقار كله، وفي الحاله دي وكده او كده صاحب العقار فهو مسؤول جنائيا امام الدوله وامام القوانين والمواطنين عن مخالفته للعقار. فبالتالي بقينا في التيسير ان انا بخلي المواطن ممكن يتقدم بجزء او كل يعني يتصالح على الشقه اللي هو فيها على الشقه اللي فيها او جزء بجزء من العقار. ما انا مش هقدر افندم برضه يعني عشان برضه تفسيرا للحته دي، ما يجيش عقار مخالف يا فندم ويجي واحد مثلا في الدور الخامس يقول انا عايز اتصالح على الشقه بتاعتي. طب انا سعادتك لو هاخد اجراء بعد كده يعني اهد العقار واسيب الشقه بتاعته في الهواء يعني ممكن الموضوع برضه تدي وتسيب الخامس بس. فلازم اخد لو هو بيتعاقد يبقى اتعاقد يبقى فيها تصالح عن الادوار السفلى بالنسبه له، يبقى احنا فيه بالنسبه لنا في الاجراء اللي بيتاخد بعد كده. في اجراءات طبعا في اجراء حاسم جدا لازم هيتاخد في الفتره اللي جايه. ما انا بقول على كده انه خلصنا 15/9 خلاص قفلنا باب التصالح احنا لغايه 30/9 احنا لغايه 30/9 في التأخير 30/9 بعد 30/9 كده خلاص الموضوع خلص كده عشان الناس ما حدش يحسش ان هو طبقا للقانون مجلس الوزراء له حق انه يمد الفتره الثانيه وكلام زي كده، واحنا مدينا الفترات دي مره واثنين وثلاثه. احنا عندنا خبر دلوقتي انه لا مد خلاص انتهى نهائي يعني ده نهائي فيه مفيش مد تاني عشان بس ما حدش يستنى ويقول ان انا هستنى لغايه الاخر يبقى الموضوع ده يبقى صعب بالنسبه له جدا. يعني انتوا كده بتنهوا زمن الفهلوه المصريه في التعامل مع الحكومه يعني. والله انا عايز اقول لسعادتك حاجه انا هدي سعادتك مثال صغير قوي. اتفضل. احنا لما قبل ما نمد القرار في 15/8 ما قلناش ما اعلناش احنا ان احنا هنمد. انا عايز اقول لسعادتك المراكز التكنولوجيه دي اشتغلت خميس وجمعه وسبت لغايه الساعه 9 بالليل وكانت فين وكانش فيه بنوك فكان بياخد يقول لك بس اديني الاصاله وادفع انا لما البنك يفتح في يوم الاحد هبقى اكمل انا وادفع انا وبتاع، وكانت الناس موجوده زحام غير طبيعي يمكن يعني صورنا فيديوهات حجم الاقبال غير طبيعي. طب سعادتك لما مدينا الشهر ده اول يوم على طول حصل فيه نوع من انواع التراخي، دلوقتي بدات الناس ترجع تاني حست ان احنا جادين في الموضوع بيعمل فيه. فانا يعني بدعو المواطنين فعلا ان الموضوع يعني كل واحد عارف ان العقار ده مخالف ولا مش مخالف، الشقه بتاعته وضعها ايه بالنسبه للعقار، وهو بيشتريها هو عارف العقار ده مش مخالف او مش صحيح. في سؤال موجود مكاتب تراخيص موجوده في المحافظات موجوده في المراكز يسال العقار ده مرخص ولا مش مرخص، يعني حاجات كتير جدا موجوده. فبالتالي يعني هو يسهل على نفسه علشان ما يتاخدش معاه اجراء هو في الاخر يجي يقول والله ده الدوله كانت شديده معايا وكانت اخذت اجراء قوي قدامي يعني. صحيح. طب معالي وزير الاتصالات في نقطه مهمه جدا للناس هتدفع ازاي؟ يعني ممكن يكون ناس عارفه بعض الطرق، يعني انا حصلت على الخدمه من وزاره العدل في وزاره التنميه المحليه في وزاره الداخليه الخدمات الحكوميه. طرق الدفع بقى للمواطنين، يعني انا واحد زي ما قلت انا مهتم قوي بالراجل اللي هو في نجع ما عندوش، يعني هنا ممكن ابقى عندي فيزا هدفع بيها ابقى بحول ببقى الطرق كامله شكلها ايه؟ خليني يعني اخد سؤال سيادتك وابني عليه خطوه اخرى. هي المنظومه كيف صممت لتناسب كل اطياف المجتمع المصري وكل قطاعات الشعب المصري؟ لدينا قطاع من المواطنين يزداد ويتنامى يوم بعد يوم يستطيع التعامل مباشرة مع التكنولوجيا. صحيح. هذا القطاع يستطيع أنه يدخل على منصة مصر الرقمية أو على تطبيقات المحمول الخاصة بمصر الرقمية ويحصل على الخدمة. طرق الدفع هنا هي طرق الدفع المتعارف عليها في كل المنصات الرقمية سواء بطاقات الائتمان والخصم سواء محافظ المحمول محافظ الإلكترونية الموجودة على المحمول أو من خلال شركات السداد المختلفة التي تقدم خدماتها من خلال المنافذ الموجودة في كل مكان. طيب لو أنا مواطن لا أريد أن أتعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر أستطيع أن أتوجه إلى المكاتب التي ستقدم خدمات مصر الرقمية. سنبدأ بمكاتب البريد إن شاء الله أول مرحلة 50 مكتب ثم يتتالى العدد في الزيادة حتى تغطي كل أنحاء الجمهورية. هذه المكاتب زملائنا موظفي البريد قادرين على
مساعدة المواطنين في التعامل مع منصة مصر الرقمية. فأنا مواطن لا أرغب في التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر، أستطيع أن أتوجه إلى مكتب البريد، موظف مكتب البريد أقرب إلى الوكيل عني. بالضبط بالضبط، هي حتى اسمها يعني في علوم البرمجة شاشة الوكيل، أنه الموظف بمثابة وكيل أو مساعد للمواطن في إدخال البيانات، ولكن التحقق من شخصية المواطن يظل مع المواطن، لأن هيجي له رقم كودي على المحمول الخاص به اللي هو مسجل لدينا في قاعدة البيانات، لابد أنه هو يقوله للموظف لكي يتمم الإجراء. فالتحقق من شخصية المواطن وتأمين وحماية البيانات لازال قائم حتى في المنظومة التي يكون فيها شخص يساعد المواطن في إدخال بياناته أو التعامل مع المنظومة. طيب مواطن آخر لا يرغب في التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر ولا يرغب في التوجه إلى مكتب من مكاتب البريد، سيكون هناك مركز اتصال برقم ساخن يستطيع المواطن أنه يتصل به. الموظف في مركز الاتصال سيتحقق من شخصية المواطن من خلال مجموعة من الأسئلة، ثم من خلال كود يرسل إلى الهاتف المحمول المسجل لدينا في المنظومة، والمواطن يبلغه إلى الموظف، فيتحقق الموظف من شخصية المواطن ويتمم له الإجراء. السداد، عودة إلى سؤال حضرتك، إما من خلال بطاقات الائتمان، إما من المحافظ الإلكترونية، أو من شركات السداد المنتشرة في أنحاء الجمهورية أو في مكاتب البريد أيضا يمكن السداد. فإذا وسائل السداد ومنافذ تقديم خدمات مصر الرقمية ووسائل إيصال مميزاتها للمواطنين مصممة بحيث تناسب كل أطياف المواطنين بمختلف قطاعاتهم وتفضيلاتهم. طب معالي وزير العدل، الأطراف المنظومة القضائية أنتوا هتقوموا بتدريبها جميعا، يعني كده أسأل على المحامين، ما هو المحامين برضو طرف وهيتعاملوا مع هذه المنظومة الرقمية حتى آخر مرحلة، يعني حتى صدور الحكم. هل في متابعة معاهم لتدريبهم أو هيبقى ظروفهم إيه؟ إحنا عاملين في الأول فيديو تعريفي للمواطن وللمحامي إزاي يدخل يعمل خدمة، اللي هم في المنظومة بس مش بشكل غير رسمي يعني مش معاهم. هنعمل بروتوكول بعد ما إن شاء الله يعني الموضوع ده ينشر ويعمم، هنعمل بروتوكول مع نقابة المحامين بحيث إن إحنا نتفق على تدريبهم بالاشتراك مع وزارة الاتصالات على كيفية استخدام هذه الوسائل الحديثة في التعامل وإقامة الدعاوى أو الحصول على أي خدمات أخرى من المحاكم. مش شرط إقامة دعوة، ممكن عايز صورة رسمية من حاجة، عايز شهادة، عايز مش عارف إيه. نحن في الحاجات دي إن شاء الله نبدأ نقدمها برضو أيضا خدمات، لأن إحنا قايمين على مشروع تاني جوه برضو منظومة الرقمنة والميكنة اللي هو أرشفة الأرشيف المميكن. الأرشيف نفسه يعني تحويل كل الورق ده بقى ديجيتال يعني بالظبط. يبقى على أساس ما ناخدش حجم الأمكنة الواسعة اللي احنا بنخازن ونعمل فيها، يعني نستعيد عنها بالأرشفة الإلكترونية، وده برضو قايمين بالتعاون مع وزارة الاتصالات. ده مشروع كبير جدا، تحويل كل أرشيف الدولة الورقي إلى ديجيتال جدا يعني. أنا لو أذن لي معالي الوزير مستشار عمر مروان، أبني على ما تفضل به. هو المشروع الغرض منه هو الحفاظ على هذه الثروة الهائلة من البيانات التي تحتويها هذه الوثائق، حقوق المواطنين التي تحتويها هذه الوثائق، وإدخال ما هو قادم من البيانات على نحو رقمي. ويمكن لو سيادتك يعني تفقدت المكتب التوثيق معالي وزير التنمية المحلية بيستضيفنا فيه، هتجد انه جهاز التقاط بصمة المواطن اصبح جهازا ضوئيا، وادخال التوكيل اصبح يتم بشكل رقمي، حيث ان كل بيانات المواطن ستكون بيانات مرقمنة من الان فصاعدا، لا تحتاج الى تخزين، لا تتعرض الى الضياع والتلف. احنا نوفر من فرط الدولة طبعا. لا شك ده مشروع كبير جدا احنا قايمين عليه، بدأنا فيه فعلا
في محكمة شمال القاهرة ومحكمة جنوب القاهرة. يعني بدأنا فعلا، مش بقول حاجة مش حالية. لسه لا 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 احنا يعني دايما ببقى حريص ان انا اقول على ما تم البدء فيه او ما تم تنفيذه. اما المشروعات المستقبلية دي ما نتجنب الحديث فيها الى ان تتحقق، لكن مشروع الأرشفة الإلكترونية ده احنا بدأنا فيه شمال القاهرة وفي جنوب القاهرة. بنشوف بس عشان ناخد خبرة كتير، نعرف بنحتاج أعداد قد إيه و و و ومكان و، وبعد كده نبدأ بالتدريج ندخل على باقي المحاكم. ليه شمال القاهرة وجنوب القاهرة؟ لأن دي المحاكم الكبيرة الكبرى. كبرى دي لما يعني إن شاء الله ننتهي من الأرشفة نقدر نقول إحنا انتهينا من أرشفة الرقم. نسبة كبيرة. نسبة كبيرة. وإن شاء الله بعد كده تباعا المحاكم قايمة تأرشف. طيب حضرتك أشرت كده في الكلام إلى المحضرين، ألم المحضرين. لأنه هو الحقيقة برضو بيمثل إيه يعني قلق كبير جدا في الحياة المصرية. الناس تروح ما تلاقيش العنوان، الناس تروح تلاقيه بس تلاقي حاجة تانية وتمشي يعني. وده كله احنا عارفينه يعني، مش هنقدر اعتقد ان ما عادش ينفع لا ندري وشنا ولا نقول انه حاجة بتحصل ولا بتحصلش. ففي ازمات في عالم المحضرين. الميكنة هتقضي على كده. ليه؟ لان من ضمن برضو لما تيجي تقيم الدعوة بتقول انا فلان واعلاني، يتم اعلاني بالطريقة الفلانية، ايميل رسالة اس ام اس او على الواتساب او بتختار الطريق اللي يتم الاعلان به. والقسم برضه هيختار الطريق اللي يتم الاعلان بيه الكتروني. من ضمن، فبالتالي ده هيقلل كتير من شغل انتقال المحضر والاعلان ويقول ده اعلنته او ما اعلنتوش. في الحاجه الثانيه حتى في التنفيذ، احنا طب في التنفيذ ده عايز ينزل ينفذ هنعمل فيه ايه؟ احنا عملنا برنامج احد السادة القضاة هو بصراحة هو اللي ابتكر هذا البرنامج، بحيث انه قدر يوزع حتى المحضرين على المحاكم. هنا المحكمة دي فيها زيادة، المحكمة دي فيها اقل، نسب التنفيذ تبقى ازاي، ويتابع المحضر اونلاين هو فين دلوقتي. هو فين؟ انا هنا في المكان الفلاني بعمل اعلان. مش مثلا قاعد في حته ويقول انا يعني عبر البرنامج ده يبقى عارف تحركه وراح فين وجه منين. راح فين وجه منين. فهيبقى متابعه جيده جدا لضمان تنفيذ الاحكام وتمام الاعلانات على وجه صحيح من القانون. تمام. سؤال جبته في جمله واحده، يعني هذه الرقمنه كلها، المشروع ده هل هو محتاج لي ثورة كمان تشريعية؟ يعني محتاج تشريعات؟ يعني انت بتغير دلوقتي اداء كتير في الدولة. يعني مثلا انا اقول لك الاعلان لا يجيله على بيته ولا يجيله على محل شغله، انت دلوقتي تقول لك الاعلان يجيله بالايميل. فهل ده هيستدعي يبقى في تغيير في التشريعات، تعديلات تشريعية؟ خليني اشكر سيادتك على السؤال ده. احنا فعلا اعدينا مشروع قانون عشان يسمح بعمل الاجراءات الكترونيا. ونعمل في مشروع القانون صندوق عشان ضمان استمرار الخدمة. طب احنا هنصرف على خدمة الميكنة دي، ما مكلفة صحيح. طيب هنصرف عليها منين؟ فقلنا نعمل لها صندوق اللي يجي منها يتصرف عليها علشان ويطور. ضمان الخدمة ونطور. طبعا ونصين ونطور. تمام. فاحنا جاهزين بمشروع يعني في قانون. مشروع هيتقدم للحكومه. ايوه جاهز. احنا كده خبر اهو خدناه. لا خدت خبر. ده مشروع قانون جاهز بحيث يسمح لنا ان الاجراءات انا بتكلم بقى مش الموضوعيه، لا الاجرائيه. الاجراءات اللي بتتم ورقيا يمكن ان تتم الكتروني. تمام. فاصل قصير واعود لحضراتكم مره اخرى لنستكمل هذا الحوار في جزئه الاخير مع معالي وزراء الاتصالات والعدل والتنمية المحلية عن مصر الرقمية.
اهلا بكم من جديد. نستكمل مع حضراتكم هذا الحوار المختلف والذي ننفرد به في اخر النهار عن مصر الرقمية. مع الوزير، يعني الرئيس لما كان بيفتتح بعض المشروعات القومية في محيط محافظة الإسكندرية قال انه احنا الوقت عندنا اجهزة ومعدات بنقدر نرصد بيها اي مخالفة في اي شبر في مصر. والحقيقة ملف المخالفات، مخالفات البنى على الاراضي الزراعية واراضي الدولة او بدون ترخيص، عامل قلق شديد جدا ما بين اجراءات واضحة وصارمة وحاسمة ويبدو انه ارادة الدولة ونيتها ان الملف ده ينتهي، وبين انه بعض الناس عندها شوية مشاكل يقول لك ما احنا بنينا زمان، طب احنا نعمل ايه؟ الملف ده واصلين فيه لحد فين؟ وغير واصلين فيه لحد فين؟ هل احنا ممكن نوصل في مصر للحظة تنتهي فيها ظاهرة التعدي على اراضي الدولة دي؟ بشكر سعادتك على السؤال، لان هو طبعا يعني بلا شك بعد الناس كلها ما شافت العرض مع سيادة الرئيس في اسكندرية كان ليها تساؤلات كثيرة جدا في موضوع المتغيرات المكانية. أنا سعادتك زي يعني عايز أقول لسعادتك إن إحنا المتغيرات المكانية بدأنا بيها من أول قانون 144 ل 2017 وكانت الصور الفضائية دي بتوصل للمحافظات بعد تدريب 4 في كل محافظة تقريبا، بتعمل لهم أكتر من دورة عشان يقدروا يحللوا الاحتياسيات اللي موجودة ويوصلوا ليها. احنا وصلنا يمكن لاكثر من 332 الف تقرير بحر احلى المحافظات من المساحه العسكريه. المحافظات بتحلل وبعد كده بترجع تاني للمساحه العسكريه تقول له ان احنا عندنا الوضع عندنا حاليا. دلوقتي الامور اختلفت واكثر تطويرا بكتير جدا، احنا اصبحنا دلوقتي الرؤيه بقت تصل ل 10 سنتي، يعني اي متغير يحصل سواء كان زراعه او غير زراعه او تعدي على ارض في اي مكان او بنى مخالف او دور او جزء من دور، كل ده هيبان عندي بصوره واضحه جدا. فكنا محتاجين المنظومه دي محتاجه نوعيه اخرى من التعامل معها. النهارده في اجتماع دوره رئيس الوزراء استقرنا ان احنا نعمل وحده مركزيه في الوزاره عندنا، والوزاره والمحافظات هيبقى فيها 3 مهندسين كوحده مركزيه عنده هناك تابعه للمحافظ مباشره، هي هيتم تدريبهم تدريب جيد جدا في خلال الفترة القادمة، يعني لا تتعدى شهر تقريبا كل المحافظات تبقى فيها الوحدة دي. هتابع مع المحافظ كل خطوة موجودة جديدة بتتم. فانت ساعتها بتقول لي مش هيحصل، ان شاء الله في القريب العاجل مش هيحصل، لان ساعتها احنا عندنا في الانتقال السريع بينتقل على طول للواقع ويحددها ويغيرها. ويمكن احنا بدأنا يمكن في محافظات بدأت بالفعل العمليات التنسيقية دي، وفي المنيا والأليوبية، وإن شاء الله خلال 24 ساعة أو 48 ساعة هتتم في الإسكندرية. فبالتالي إحنا عندنا منظومة بدأت فعلا تتجرب وبدأت تشتغل فعلا، وده الموضوع اللي هو يعني أهم حاجة بقى في الموضوع، إن إحنا نمنع الجديد. إحنا فندم عندنا دلوقتي تعدينا ما يقرب من 3 مليون مخالفة. 3 مليون مخالفة سواء بناء على أرض زراعية أو بناء مخالف. احنا دلوقتي التصالح ده لغايه دلوقتي 470 الف اللي وصلوا. الايراد زي ما احنا بنتكلم في 4.6 مليار، انما هو مش هو ده المتوقع، او ده مش هو ده اللي احنا بنقوله، او زي ما قال سياده الرئيس ان ده الموضوع اللي يمثل اكتر من 70% اللي احنا بنتكلم فيهم. المساله مش مساله تحصيل مبالغ ماليه، المساله مش مساله ان احنا يعني ان احنا بنروح نعمل، لا بالعكس، المساله ان احنا عايزين نقول للناس ان يبقى في مخطط، في تخطيط، لازم امشي في اطار مخطط، الدوله بتمشي بتخطيط معين لازم امشي فيه. انا ما بمنعكش من انت نعمل حوزه عمرانيه وان احنا نوسع فيها ونعمل، ولكن بشيء مخطط الدوله تبقى عارفه. لكن ما اقدرش ابني، يعني سعادتك لو بصيت القاهره كخريطه، لو بصيت الجمهوريه كخريطه، تلاقي سعادتك 3-4 بيوت جنب بعض في حته ارض زراعيه على بعد كيلو تلاقي 5-6 بيوت تانيين. طب يا فندم الناس دي هوصلها ازاي؟ هوصلها خدمات ازاي؟ ما عنديش امارك اوصلها ازاي؟ موضوع صعب جدا ان احنا بنتكلم فيه. فيبقى لازم واضح، انا ما عنديش استعداد لخطوه زياده، ملي زياده. يعني يا فندم برضو عشان الناس، لانه الناس دلوقتي بتقول ايه؟ الدوله وقفت البنى ومش عاوزيننا نبني. انت الدوله ضد البناء العشوائي مش البناء. انا يا فندم قرار ايقاف البناء ده تم لثلاث محافظات اساسيه وبعض وعواصم بقيه المحافظات والمدن المكتظه اللي فيها مخالفات كتير. احنا وقفنا البناء ده لسبب واحد يا فندم، احنا المحافظات دي ما احنا بنعمل لها اشتراطات بنائيه جديده، بننسق مع الجامعات ونشوف الاشتراطات البنائيه الموجوده فيها. احنا عندنا في اماكن ممكن ما يبقاش فيها بنا تاني، خلاص مش هقدر، الموضوع انتهى.
في جزء ثالث، في جزء اخر ممكن ابني فيه دور او دورين او ثلاثه على حسب المخطط الانشاء والشروط الانشائيه اللي هتنزلها من خلال الجامعات والدراسه اللي هتتم الاجراءات المروريه. يعني لو ادينا مثال بسيط مثلا يا فندم، زي ما احنا ست رئيس ادى مثال مثلا شرق القاهره، شرق القاهره بعد ما عملنا المحاور المروريه دي كلها الناس رجعت برضو تركن في الشوارع الرئيسيه وتعمل الكلام ده، وبالتالي احنا ده اجراء مروري، يبقى لازم في هنا مخالفات تمت لازم اصلحها عشان يبقى الشكل العام اللي انا بنشده وصرفت فيه فلوس، وزي ما ست رئيس بنصرف فيه 350 مليار عشان اصلح جزء في القاهره شرق القاهره، لابد ان انا اعمله بشكل مخطط وبشكل جيد. فالتخطيط جزء مهم جدا، ان انا من العشوائيات الدور، لو الادوار مثلا في مدينه نصر باقي الادوار عدد 18 دور و17 دور، هل هو مرخص فيه 17 دور؟ لا لا يمكن طبعا. لان الشارع كله هو 8 متر بالزبط. لو قلنا مره ونص زي ما بيقول وصل 12 متر 15 متر يعني بتتكلم في 5 دور، هو هيحصل في 40 متر 35 متر. طب يا فندم لما حصل ازمه السيول دلوقتي والناس زعلت جدا ان المياه عملت، طب ما شيء جدا طبيعي ان الاستيعاب المرافق اللي موجوده ما تستحملش ال 25 دور وال 18 دور، فبالتالي حصل ضغط على المرافق في مع كميه المياه مش متوقعه، فاضطرت المياه تطلع، بدات الناس تقول يا الدوله سايبانا وبتاع. طب انت يبقى احنا بنمنع عشان انظم، انا بمنع مش بمنع عشان خاطر اوقف حاجه، لا ده انا مشغل كمان كل المشروعات المخططه والقوميه والمطورين العقاريين، طالما واخد ترخيص وواخد بشكل معين ومخطط وعامل حسابه في الجراشات والمساحات اللي بيبني فيها، انا بسمح له دلوقتي يبني. انا بوقف دلوقتي ايه اللي هو عايز بيشرع في المخالفه، اللي هو اوريدي بديله اربع ادوار بقى لغايه دلوقتي سبعه ولسه واقف عايز يكمل، فانا بضع اشتراطات لي وحدود معينه هي دي بتعمل فيها. لكن مش المقصود بيها ان انا بمنع صحيح. البناء يعني خالص. انت الدوله تقف امام البناء العشوائي، العشوائي بالظبط وليس امام البناء. لا خالص يا فندم. احنا يعني مصلحتنا يا فندم، احنا حسبنا كميه العماله اللي بتشتغل في القطاع ده، عدد كبير جدا من اهالينا بيشتغل داخل القطاع البناء بالذات المعماري بالذات. فانا بالتالي ما وقفتش المشروعات، انا وقفت البناء العشوائي اللي ساعتها بتتكلم فيه. وقفت المقاولين اللي هم بيبقوا متخصصين في البناء العشوائي ده دون ان يقدونا يعني متعمدين هذا. فبالتالي بوقف واحد عايز يحصل على مكسب سريع بالمخالفه، يعني دي جريمه زي الجرائم الاخرى. طب ردع ولا وعي؟ يعني هذه الظاهره تقف بوعي اكثر ولا ردع اكثر؟ لا يا فندم، هي في الاثنين، لازم الاثنين يمشوا مع بعض. لازم يبقى المواطن عنده الثقافه ان هو اساسا ما بيخالفش، لا في قانون. احنا كل زي ما قال معالي الوزير المستشار عمران، احنا موجود التشريع لكل منحى في الحياه. للاسف الشديد انت بتبقى عارف القانون ولكن بتخالف الكلام ده، بتخالف وانت متعمد انك تخالف. الوعي بقى وامن او في مأمن، معتقد انك في مأمن؟ لا طبعا، ما هو دلوقتي ساعتك دلوقتي حاليا بقى دلوقتي اللي اتعمل النهارده في الجلسه الصبح، ان احنا اصبحت دلوقتي وزاره الداخليه يد بيد مع المحليات حاليا دلوقتي هتقوم بعمليات المتابعه معانا، واي حاجه هتبقى فيها مخالفات هيتم التنفيذ معاها على طول مباشره. وفي تنسيق كامل ما بين اجهزه الشرطه والقوات المسلحه، يمكن احنا في الموجه 16 دلوقتي في الازالات وكلام زي كده، القوات المسلحه داخله معانا بقوه، وزاره الداخليه داخله معانا بقوه، فبالتالي احنا يعني بنحاول نرجع نقول للناس ان الدوله فعلا المصريه موجوده ومؤسساتها موجوده، ولابد من الناس نفسها انها تحترم القانون عشان انا مش هقرب منها لو هي احترمت القانون. صحيح. طيب يعني محور اخير، وانا يعني انه انا اسقلت على حضراتكم، لكن محور اخير ومهم، وهو انه انا لما اعمل رقمنه للدوله فانا كده كل بيانات الدوله عندي، وهقدر استفيد من توافر هذه البيانات. هيبقى في تعاون بين الوزارات اكتر، هبقى عارف الخدمات اللي انا هقدمها للمواطنين اكتر، هتدعمني في سياسه الشمول المالي اللي انا عايز اعملها. لكن تامين البيانات يا فندم، يعني ازاي ان انا ابقى امن؟ يعني انت عارف احنا ثقافتنا للناس انه دايما بيخبي معلومات، بيخبي هو عنده ايه.